أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد. تطورات كبيرة يشهدها الملف اليمني ربما تكون متسارعة وربما تتشابك خيوطها وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم. في هذه الأثناء تكون هناك زيارة هامة للسيد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية قادما من الرياض إلى القاهرة. الزيارة على رأس وفد كبير جاء السيد المخلافي للتباحث مع كبار المسؤولين المصريين حول تداعيات الأزمة اليمنية وكيفية البحث عن مخرج لها. في ظل هذه الزيارة وبالتزامن معها تأتي تصريحات من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي يؤكد عدم تحاوره وجلوسه على مائدة واحدة مع الحكومة الشرعية الحالية التي تزعمها الرئيس عبد الرب منصور هادي، ويقول أنها فاقدة للشرعية وأنه يفضل أن يتحاور مباشرة مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لاعب أساسي في هذا الملف اليمني وتبحث بالتأكيد عن الاستقرار في هذه المنطقة التي تلازم حدودها، لكن الاستقرار غائب حتى هذه اللحظة في ظل التطورات والتصعيد المتبادل ما بين المملكة العربية السعودية من جهة والطرف الآخر في الأزمة اليمنية وفي المنطقة ككل إيران. هناك تصعيد لا يخفي على كثيرين، لا يخفي على أحد التصعيد المتبادل ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وفي ظل هذه التعقيدات يبحث اليمنيون عن حل لأزمتهم. في هذه الحلقة نبحث تطورات الملف اليمني خصوصا أن هناك مباحثات هامة مرتقبة تحت رعاية أممية لأطراف الأزمة اليمنية. يسعدنا أن يكون معنا أحد أهل من يعرفون ضروب اليمن جيدا والباحثين في هذا الملف اليمني الهام، الأستاذ فهد العريفي عذرا المحلل السياسي اليمني. أهلا بحضرتك أستاذ فهد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد ومشاهدي المشهد وقناة النيل. شكرا جزيلا أستاذ حضرتك. قبل ما نبتدي مع حضرتك حوارنا في هذه الحلقة الهامة نتابع هذا التقرير أولا. في زيارة تستغرق 5 أيام وصل إلى القاهرة أمس عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمن قادما على رأس وفد من الرياض، زيارة يبحث خلالها الجانبان آخر تطورات الوضع في اليمن ودعم علاقات التعاون بين القاهرة وصنعاء مع المشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي يبدأ الأحد. وعلى الأرض قصفت طائرات دول التحالف العربي مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء. الطائرات استهدفت معسكرا لتدريب عناصر الميليشيات في مديرية أرحب شمال غرب العاصمة المجاورة لمحافظة عمران، وكانت ميليشيات الحوثيين قد أنشأت هذا المعسكر لتدريب عناصرها وإرسالهم لجبهات القتال. سياسيا كان إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد التقى بالرياض بممثل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن. اللقاء ناقش مستجدات الوضع السياسي في اليمن وترتيبات الأمم المتحدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة وميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية. ممثل المكونات السياسية أكدوا دعمهم لدور الأمم المتحدة في بناء السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في القرار الدولي رقم 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. كما شددت المكونات السياسية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على الميليشيات الانقلابية للبدء في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز. برحب بكم مرة تانية وبرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ فهد العريقي المحلل السياسي اليمني. أهلا بحضرتك أستاذ فهد. يعني الزيارة ربما لها أكتر من بعد، بس هنتكلم بداية عن توقيت الزيارة في هذا التوقيت والوفد اللي برأسه السيد عبد الملك المخلافي، وثانيا أن هي بتستمر لمدة 5 أيام. يعني لماذا هذه مدة الزيارة وتوقيتها في هذا التوقيت بالذات؟ والله أولا أشتي أقول أنه لأول مرة الدبلوماسية اليمنية تكون بهذا النشاط والحيوية والزخم بعد تعيين الأستاذ عبد الملك المخلافي من حوالي شهر كرئيس لهذه الدبلوماسية اليمنية وكرئيس للمفاوضات في مباحثات جنيف واللي ترعاها الأمم المتحدة. تعيين الأخ عبد الملك المخلافي
نائب للرئيس الوزراء وزير الخارجية أحدث نقلة وأعطى زخم للمفاوضات وأعطى لفعالية كونه في المجال السياسي أو في مجال التنظيمات والأحزاب السياسية. يعني زيارته للقاهرة هي زيارة استكشافية ولا زيارة؟ 35 سنة هو يشتغل في السياسة أو في التنظيمات. زيارته للقاهرة ليست الأولى منذ تعيينه، فقد كانت الزيارة الأولى قبل حوالي أسبوعين وقابل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتناقشوا في الأمور اللي تهم التحالف وما يحصل في اليمن كممثل الشرعية، وكذلك تناقشوا في شأن يمني أرجو أتطرق له ولو أنه خارج موضوعنا، وهو تسهيل دخول اليمنيين إلى مصر بعد أن فرضت عليه تأشيرات بعد 55 سنة من دخول اليمنيين إلى مصر بدون أي قيود. فمن أول ما قامت الحرب حق التحالف على التمرد الحوثي، بس انت حضرتك تدري جيدا ان الظروف اللي بتمر بها مصر وبتمر بها المنطقه، ومن ثم يعني التاشيره دوت بس حتى لا تكون هناك عناصر. لا انا بقول لك حاجه، الهاجس الامني يجب ان لا يبعدنا عن الفوائد الاخرى. قد يكون منع التاشيره او تسهيل الناس والدخول بدون تاشيره له سلبيات 20% بس ايجابياته 80%. انا انظر ال 20 واسيب ال 80. النتائج الإيجابية اقتصاديا تعليميا اجتماعيا، السائح اليمني كان أول وجهة له هو مصر بكل شيء. ما أعتقدش هيبقى في موضوع زائد التاريخ. نحن نرجع للتاريخ، هل خلال 55 سنة حدث من أي يمني أي تجاوز أمني حتى في الأمور العادية في الجناح في الجنايات؟ ما فيش تاريخ ناصع، ولكن الهواجس الأمنية لا تطغي على البقية الأمور، لأنه صعب الأمور على الطلبة، على الأمراض، على الأسر الذي مشتتة. فإن شاء الله الأمور هذه تتلافى، وقد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي حسب كلام الأخ عبد الملك المخلافي بتسهيل هذه الأمور وإعادة النظر. هو ما نحن ما نشيش قرار جديد، نشتي سطر يقول تعاد الأمور كما كانت عليه لمدة 55 سنة. أما زيارة الوزير هي كانت للحضور غدا في هيشارك بكرة في اجتماع الطارئ المهم في جامعة الدول العربية مشاركين بخصوص التصعيد الإيراني. يس، كون الشأن الإيراني لا يهم السعودية فقط، ولكن في هذه الظروف يهم اليمن كثيرا، لأنه اليمن الآن في وضع من حوالي دخلنا الشهر العاشر ونحن في وضع مزري لا ندري ما هو السبب. كانت هناك مغامرات أو انقلاب أو سميها ما شئت، ولكن الشعب اليمني كله اتضرر. ومن هذا المنبر أنا أقول لك اليوم الحدث الأهم اللي حيناقشه وزير الخارجية اللي يعتقد أنه حيكون على رأس الأولويات بجانب موضوع إيران، هو رفع الحصار عن مدينة الحالمة تعز. تعز محاصرة حصار شديد من حوالي 8 أشهر، تعز محاصرة من كل شيء حتى من الهواء. وناشد من هذا المنبر الدول العربية ودول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية، ارفعوا الحصار عن تعز. ويجب أن تعرف أنه أمس من الذي يفرض هذا الحصار على تعز؟ الحوثيين وأتباع الرئيس السابق الألوية المحسوبة عليه اللي محاصرين تعز. على فكرة تعز ليست محتلة، تعز محاصرة. تعز محاصرة. حصار غزة كان أرحم من حصار تعز، لأنه بغزة كان عدو تدخل بعض الممرات الآمنة، تدخل الأكسجين. تعز وصلت إلى محاصرتنا من الهواء، من الأكسجين، من الغذاء، من أحليب الأطفال، من العلاج. تعز الآن هل يملك العرب أن هم يقدروا يضغطوا على الحوثيين حتى يرفعوا هذا الحصار الظالم؟ طبعا ضمير عرب. إذا كان العالم الآن كله يشقب ويندد بحصار مضايا في سوريا، الدولة أو القرية أو المنطقة اللي يسكنها 40,000 نسمة في مضايا في سوريا، سمعت عنها، اللي وصل أهلها إلى هياكل عظمية بسبب نقص الغذاء والدواء. تعز يسكنها 4 مليون. يعني مضايا هذه اللي العالم كله الآن ندد وشقب، وأجبر النظام السوري أنه يفتح الحصار ويدخل له مذا لا يشكل حتى 1% من تعداد سكان تعز. 40,000، أنت لو ترجع للإحصائيات مضايا كلها لا تتجاوز 40,000. فأناشد مرة أخرى تعز تعز تعز، لأن هذه حتكون وصمة عار على العالم العربي والعالم الخارجي والأمم المتحدة. عايزين برضو حضرتك تجاوبني، يعني لماذا جاء السيد المخلافي في هذا التوقيت إلى مصر، وما هي طلباته من مصر؟ يعني كما نعلم أن ربما مصر لاعب أساسي في المنطقة ولاعب رئيسي فيما يتعلق بالملف اليمني، لكن البعض يشير أنه هناك المملكة العربية السعودية نظرا للتأخم
والتواصل الحدودي ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية، الأمر يعنيها أكثر من الجانب المصري. تمام؟ أنا بقول لك مصر يعني لماذا أتى السيد عبد الملك المخلافي في هذا التوقيت؟ بالضبط كده. مصر انطلاقا من دورها القومي العروبي الوطني التاريخي، هي بالنسبة لليمن أهم دولة عربية استفادت منها اليمن، وأهم دولة عربية خدمت اليمن بدون مقابل، إنه اليمن مش دولة غنية. مصر قامت الثورة بتدخل ونجحت بجهود الزعيم عبد الناصر. مصر أول من أدخل فيها العلم في الجامعات في المدارس هم المدرسين المصريين والمناهج المصرية والدكاترة وكل هذا. مصر لها عمق استراتيجي قومي وعربي. حتى أنا أرشح مصر أن تكون هي الأمل في إعادة اللحمة للأطراف اليمنية، لأنه عامل الثقة مفقود بين كل الأطراف السياسية، أن تكون الوسيط المقبول من الجميع، وفعلا هي مقبولة من الجميع، والوسيط النزيه واللي سينطلق من تاريخ وإرث قومي وطني عروبي ما حد يقدر يشكك فيه أبدا. هل 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 سيتحدث السيد المخلافي مع الجانب المصري لربما لطرح رؤية مختلفة للتعامل مع الأزمة اليمنية وإيصالها للجانب الحوثي؟ هل مصر تملك هذا الأمر؟ تملك من عدة أسباب، ولكن أنا بقول لك الأخ عبد الملك المخلافي وكل الوفد اليمني الاستشاري والرسمي في جنيف وفي مصر سيناقش أهم بند، هو تطبيق القرار 2216 الذي صدر من الأمم المتحدة تحت البند السابع. هذا قرار ملزم، فعلى مصر الآن أن تقوم بدوره وتقنع هذه الأطراف كونها لسه صوتها مسموع للجميع ولا زال معها خيوط اتصال مع الجميع، تمام، لأن مقبولة من الجميع مصر لدورها. فأهم نقطة هي سطر واحد يوقف كل العبث هذا والحرب، القبول بالقرار 2216. حضور الأستاذ عبد الملك المخلافي إلى مصر هو متعدد الجوانب، واهمه قلنا انه هو اول يعني منه انه هيحضر ان شاء الله اجتماع الامن الطارئ لوزراء الخارجيه العرب اللي دعت اليه السعوديه بالزبط. والذي اتى بعد القطع العلاقه مع ايران. وعلى فكره في معلومه، في ناس بيسالوني خلال اليومين هذا ليش اليمن ما قطعتش علاقتها مع ايران. اليمن قطعت علاقتها قبل الناس كلهم، قبل حرق السفاره والقنصليه في مشهد. اليمن قطعت علاقتها من اكثر من شهور، ولكن لم يعلن بهذيك الايام ولم ياخذ الزخم لانه كان اقراء عادي. لكن الان انا أنصح وزير خارجية أنه يعلنوا على الملاء أنه اليمن فعلا قطعت علاقته مع إيران ولا توجد أي علاقات. حتى الآن اتخذت إجراءات بتصفية كل شيء في إيران وإبلاغ البعثة الإيرانية في السفارة الإيرانية في صنعاء بمغادرة اليمن، وهذا الإجراءات تم خلال الأيام السابقة من قبل وزير خارجية والفريق التنفيذي اللي معه. النقطة الثانية فيما يتعلق بزيارة السيد المخلافي للقاهرة، النقطة الثانية هي التواصل بين وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ووزير الخارجية المصري سامح شكري في موضوع الأزمة اليمنية والتحالف والقرار في 2016، وفي موضوع التوجيهات اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر مقابلة مع وزير الخارجية حول سبل إلغاء أو تسهيل التأشيرات لليمنية في مصر. زائد الشأن السياسي اللي هو ترأسه السعودية كونها هي اللي تقود التحالف، وأنه على أنا أنصح أنه على العرب كلهم أن يقفوا مع بعض، وخاصة في هذا الظرف زي ما عملنا مؤتمر لمناصرة العراق ضد التدخل التركي، يجب أن نكون واقفين كلنا ضد التدخل الإيراني من كل الجوانب، كون أنه العرب يجب أن يتكاتفوا، والعرب لن يتحملوا أي كبوات أو خسائر جديدة أو أي نكسات، لأن العرب فيهم ويكفيهم. فالاجتماع هذا الشعب مؤمل عليه، الأمة العربية مؤمل عليه، وإنه أنا متفائل كونه يعقد في مصر، فأنا متفائل إنه القرارات ستكون حاسمة وقوية وليست حبر على ورق، وإن شاء الله وزير خارجيتنا المتمكن الفاهم يكون أحد الفاعلين. تتوقع أنها قد تصل إلى قرار إجماع عربي بقطع العلاقات؟ أنا متوقع والله، أنا متفائل، لأنه لما تجي تشوف المشهد العربي كامل المعترضين ما فيش، المتحفظين ممكن يكونوا 3-4 دول فقط، العراق الجزائر لا ولبنان لحساسية وجود حزب الله سوريا والعراق سوريا مش موجودة، سوريا متجمدة بس يعني بالنهاية في دور انت تقدر تقول قد يعترضوا إعلاميا، قد يقول لك هذه القرارات لا صحيح لأنه مش موجودة، ولكن الجزائر دائما دورها زي ما تقول ممتنعة عن التصويت مع أو ضد. تمام.
مش هنسبق الأحداث ولسه برضو في سلطنة عمان ربما تكون من الدول المتحفزة، لكن خلينا نرجع لموضوعنا مرة تانية. يعني حضرتك تفهم إزاي أن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح أو السابق علي عبد الله صالح يقول أنه لن يتحاور مع حكومة هادي وأنه سيفضل التحاور أو طلب التحاور مباشرة مع المملكة العربية السعودية؟ هل هو أصاب كبد الحقيقة حينما قال هذا أنه يتحاور مع اللاعب الأساسي؟ أنا رأيي من الأساس أنه علي عبد صالح الرئيس السابق أو الزعيم كما يسموه أتباعه يتكلم بأي صفة علشان يضع شروط وما يضع الشروط؟ هو لا، هو 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 طرف في المعادلة اليمنية الحالية، طرف مش حكومة، مش شرعي. أنا راضينا ما بيننا، لا قرار السلم والحرب دائما بيد الدول وليس بيد الأشخاص. علي عبد الله صالح مع احترامنا لتاريخه كان رئيس سابق، لكن الآن يتكلم بأي صفة؟ لا توجد له أي صفة. إذا تكلم بصفة رئيس الحزب اللي هو المؤتمر الشعبي، الحزب الكبير الذي هو مركب على علي عبد صالح، لو راح علي عبد صالح ما فيش مؤتمر شعبي، وهذه أنا متأكد منها. فما هي الصفة الذي يتكلم فيها أنه سنحارب سنعمل سنقطع سنسوي؟ لا توجد صفة. ثاني شيء، حكاية أمس أنت سمعت الخطاب كامل، أمس وصلت الأمور أنه يقول أنه لن يرجع العملاء والمرتزقة واليمنيين والولول. حكاية التشكيك بوطنية الناس وعمل فحص دم لهم هل وطنيين أو مش وطنيين، ممنوع رجوعهم ممنوع دخولهم، هذه لا تصدر إلا من دول بأحكام قضائية. تمام، إننا أوصل لدرجة أصنف الناس من وطني ومش من وطني ومن حيدخل بلده ومن حيرجع لبلده؟ يعني أنت اليوم تقدر واحد يقول لك ممنوع تروح بيتك لأنه أنت رحت سجلت حلقة عن، يعني حضرتك شايف إنه ملوش دور خالص في الملف؟ مش ملوش دور، ملوش صفة. هو له دور بالزبط. كرئيس حزب المؤتمر الشعبي، بس انا بتكلم على الارض يا فندم، الاحزاب على الارض، على الارض. هل هو لاعب اساسي في المعادله اليمنيه؟ لكن هو بنفسه يقول انه المتحكم هو انصار الله اللي هم الحوثيين. واللي انا حفاجئك انه الحوثيين اللي الان مسكوا دفه البلاد من وراهم علي عبد الله صالح، الى الان ما فيش حد قادر يقول لنا انه الحوثيين انصار الله، اللي هم انصار الله تحت مظله السياسه. ايش مشروعهم؟ ما فيش مشروعيتهم وشرعيتهم، لا مشروع ولا مشروعيه ولا شرعيه، وإنما فقط تحكم. وكل اللي قدروا يعملوا الآن بالعشرة شهر إنهم محاصرين تعز، واللي أنت مع إنجاز آخر غير حصار تعز ما فيش. يبقى الحوثيين هم اللاعب الأساسي على الأرض ومن وراهم، حسب كلام الزعيم علي عبد الله صالح الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ومن ثم نحن نتحدث من يدعم الحوثيين هم إيران. هل هو الصراع، قد يتساءل البعض في هذه النقطة، أنها الصراع إذن لن يحل إلا بالتحاور السعودي الإيراني؟ هو الصراع ملتبس، لأنه أول ما دخلوا تحت حجة مش هتصدق، القرعة. كان في حاجة اسمها القرعة نزلتها الحكومة، دخلوا الحوثيين وأنصار الله واحتجوا وعملوا مسيرات مظاهرات لرفع القرعة. وللعلم القرعة الذي رفضوها الآن الأسعار ارتفعت 10 أضعاف القرعة اللي كانوا فيها. إيران لاعب أساسي لكن ليس اللاعب الرئيسي. إيران صح أنه ما المعنى اللاعب الرئيسي؟ يعني أنه أنصار الله في البداية راحوا عملوا زي ما تقول بعد ما دخلوا صنعاء في 21 سبتمبر، راحوا عملوا خطوط طيران مع إيران، راحوا عملوا علاقات مع إيران، استقبلوا بواخر أسلحة، استقبلوا مبعوثين ومدربين إيرانيين، عملوا مناورات على الحدود السعودية بحجة المد الإيراني. وهذا هذه كله عملت إنه كأنه الصراع إيراني سعودي، والواجهة لإيران كان هم أنصار الله. السعودية حفاظا على أمن القومي قالت إنه أنا حعمل تحالف، وقامت الحرب في يوم 26 مارس. طبعا الآن نحن نجي نقول إنه ذا عدوان. طيب أوكي عدوان، بس مين اللي جاب العدوان؟ إيش مبررات العدوان؟ إيران لا زالت هي اللي الآن تلعب بأجندة. حتى اللي راحوا جنيف كلهم يقول لك كان الوفد الأنصار الله لا يتحرك ولا يأخذ تعليمات إلا من مندوبين إيرانيين أو مستشارين إيرانيين موجودين وموجودين للملا. طيب إيران ليش تدخل في شأن يمني؟ طبعا السعودية بالنسبة لها اليمن امتداد للأمن القومي، عمق استراتيجي. طيب مصر، قولي ليش دخلت مصر في التحالف؟ لأنه كمان بدعم من إيران راحوا قالوا نحن باب المندب، وما باب المندب والمضيق الذي يسيطر على الملاحة البحرية. انت عارف لو إيران تحكمت في باب المندب وغلقته انه ما فيش حاجة اسمها قناة السويس. طيب انت كمصري، كمصر كامن قومي، حتقبل انه حد يخنقك في امنك القومي؟ عشان كذا في النص يقول لك مصر تسرعت في الدخول. لا، مصر حافظت على امنها القومي. لو ما شافت في خطر على باب المندب وانه هذا الخطر حينعكس على قناه السويس
ولسه بعد التوسعة الجديدة دخلت في التحالف، بس كان ولكن في التحالف الآن من الجانب الحوثيين لن نقل الكلام ولا نغيره. التحالف الآن كله ضد إيران بندب. يعني كان في تطمينات من الحوثيين ان هم لن يتعرضوا في تطمينات فين الضمانات؟ ما في تطمينات انه مش حيحاصروا تعز وحاصروها، في تطمينات انه مش حيروحوا الجنوب راحوا الجنوب، في تطمينات انه مش حيستخدموا صواريخ بالستيه. وهذا انت عارف انه اخر مره الصواريخ البالستيه اللي بيستخدموها خلال الثلاث ايام الاخيره فين بتنزل؟ في المناطق اليمنيه. يعني حتى اطلاق الصواريخ اللي كان يقول انه ما بداتش الحرب حنبدا الحرب الان، الحرب بدات انه كل صاروخ ينطلق يرجع على الاحياء اليمنيه، واخرها ما نزل في صنعاء قبل يومين في حي السنينه، وصاروخ نزل في شارع جيزان في الحديده، شارع جيزان كويس انه في جيزان تمام. واحنا من شهر شعبان لو تشوف من قبل رمضان واحنا ضربنا جيزان، ضربنا نجران، ضربنا عسير، احتلينا مدربين، ضربنا شركه ارامكو رغم ان ارامكو موجوده في الظهران في الدمام. فالصراع لا نضحك على نفسنا ولا شيء، الصراع الان ايراني سعودي مع التحالف، ولكن بمتصدر اسمه انصار الله. طيب يبقى لو احنا وصلنا لهذه النقطه اذا لن يتم هذا حل هذا الحوار اذا ما كان هناك الاطراف ربما المساعدين، مش عارف نسميهم انهي اطراف، اذا كانوا دول الاطراف الاساسيين. الاطراف الاخرى الموجوده في الازمه اليمنيه اما يروحوا بقى جنيف ويتبحثوا اللي مش هيوصلوا كده الحل، لان الطرفين الاساسيين في هذه الازمه اذا ما سلمنا بهذا السيناريو هم حتى هذه اللحظه لا ليس هناك اتفاق بينهم بل هناك تصعيد. طيب انا بقول لك برأي صادم، أنا متشائم، حتى لو وقعوا اتفاق في جنيف وحصل المستحيل وقعوه لن يتنفذ. لماذا؟ لعدة سوابق، لعدة شواهد، لعدة أنصار الله شاركوا في مؤتمر الحوار سنة كاملة وناقشوا كل سطر وكل حرف. يوم ما توقع مخرجات الحوار أجا من يقول لك زي ما تقول أنتم كرسي في الكلوب، بلو وشرب ميته، إحنا مش عاجبنا الستة الأقاليم. تمام. لجنة الدستور قعدت سنة تلف 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 ومسودة وناقشوا وعرضوها على كل القوى من ضمنها القوى المؤثرة زي المؤتمر الشعبي وغيره، وفي الأخير بعد الاتفاق بعد كذا قال لك نفس الكلام مش منفذين. طب السلم والشراكة اللي هم عملوه اللي هم عملوه وهم ذا تمام لم ينفذ، من ثاني ثالث أسبوع نقضوه وخالفوه. أنا بقول لك أي اتفاق الآن مكرر متشائم، أي اتفاق حيوقع برعاية أممية أو مش رعاية أممية أنا رأيي مش حينفذ على الأرض. إحنا كده قفلناها خالص، عايزين بقى نشوف يعني إذا ما كان هذا هو السيناريو لو اتفقوا حتى وقعوا وعملوا مفيش من لن يتم حل هذه الأزمة. عايزين نشوف نفهم حل الأزمة إزاي، بس اسمح لي نضم أطراف أخرى على في الحوار معنا. معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد قنديل الخبير في الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. يعني نتحدث عن الزيارة الهامة التي يقوم بها السيد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني إلى القاهرة في هذا التوقيت. يعني لو حبينا نحددها في نقاط بعيدا عن اجتماع وزراء الخارجية العرب اللي هيقام إن شاء الله غدا بمقر جامعة الدول العربية، ما النقاط المحددة التي يحملها نائب رئيس الوزراء اليمني في هذا التوقيت إلى الجانب المصري؟ أعتقد أن هناك العديد من الملفات المهمة التي يمكن أن يكون نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية حملها إلى الجانب المصري، لعل في مقدمتها إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. الملف الآخر إعادة أعمار اليمن التي أنهكته. يعني هيتم أعمار اليمن إزاي وحتى هذه اللحظة الحرب دائرة على الأرض؟ يعني أعتقد ده ملف متأخر بعض الشيء، يعني هو هيطلب من مصر تدخل لإعادة أعمار اليمن أم ما الطلبات المحددة التي يحملها السيد عبد الملك المخلافي؟ ماذا يريد من مصر في هذا التوقيت؟ طبعا الملف الأمني لا ينفصل عن إعادة الأعمار، لأن الشعب اليمني عانى كثيرا في الفترة الأخيرة نتيجة ما جرى هناك. هذا لا ينفصل عن ذلك، لأن الهدف في النهاية هو المواطن اليمني الذي أنهكته هذه الحرب المدمرة بفعل التدخل الإيراني في هذا البلد العربي الشقيق. طيب أنت كيف تنظر إلى الدور المصري في الملف اليمني في هذا التوقيت؟ الدور المصري يعني بينطلق من ضرورة فرض الأمن والاستقرار في هذا في هذه المنطقة، لأن اليمن مدخل البحر الجنوبي، أهلها وشعبها جزء من الشعب العربي،
وبالتالي يعني تحقيق أمنهم واستقرارهم جزء لا يتجزأ من تحقيق الأمن القومي المصري. طب خلينا أعيد السؤال بشكل تاني، المباحثات التي تتم بين الأطراف اليمنية تتم في جنيف بعيدا عن الجانب المصري، ومصر ليست مشاركة في هذه المفاوضات، يعني ما هو الدور المطلوب من مصر في هذا التوقيت والذي يريد أن يحمله أو يطلبه المخلافي من القيادة المصرية أو المسؤولين المصريين الذين سيلتقي بهم؟ بالأساس هو دور سياسي يعني إلى تحقيق الوساطة ما بين القوى اليمنية المتنازعة من ناحية ومنهم وبين القوى الإقليمية المتورطة في الشأن اليمني من ناحية أخرى، هذا هو الشق الرئيسي. تمام. لكن هذا الدور السياسي أيضا يتواكب معه دور أمني وعسكري، لأن ما يحدث في اليمن يؤثر على الأمن القومي المصري. صحيح صحيح. طب هل هناك، يعني لو حبينا نتحدث بلغة التفاؤل والتشاؤم، هي ليست موجودة في السياسة فيما يتعلق بالحوار المرتقب منتصف هذا الشهر في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، هل يمكن هناك على الأرض المعطيات تقول بأن هذا الحوار قد ينجح أو قد يمثل خطوة نحو حل الأزمة اليمنية؟ شوف، أنا أعتقد أن العامل المهم من العوامل المؤثرة على ما يجري في اليمن هو وقف التدخل الإقليمي في اليمن، وفي مقدمة الدور الإيراني السلبي في الأمور في اليمن. أهل اليمن يعيشون مع بعض، يعني قد ينجحون بشكل سريع جدا إذا ما وقف التدخل الإيراني في اليمن، وأتمنى أن الحكمة وتسيطر على صانع القرار في طهران لوقف هذا التدخل الذي دمر اليمن في الأونة الأخيرة. هذا هو أعتقد في رأيي من أهم العوامل. صحيح. الدور الثاني المهم هو يعني تكاتف المجتمع الدولي لتطبيق أجندة تنموية سريعة في اليمن، لأن عدم استقرار اليمن سوف يساعد الجماعات الإرهابية المتطرفة على الانتشار والتمدد في هذه المنطقة الحساسة. القاعدة وداعش هما اللاعبان الرئيسيان الذي ما يتغذيان على الصراع وعدم الاستقرار في اليمن، وبالتالي على المجتمع الدولي وفي مقدمتهم القوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن يتعاون مع القوى الكبرى في المنطقة وفي مقدمتهم مصر لفرض أجندة تمنع مثل هذا السيناريو الغير مرحب به. نعم، الدكتور أحمد قنديل الخبير في الشؤون الآسيوية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك يا دكتور أحمد. يعني نعود بقى إلى ما يتعلق بالحوار، يعني في هناك سيناريو يطرحه بعض المراقبين بأن هناك توجه دولي أن يكون للحوثيين يحتفظوا بدورهم في اليمن وأن يكونوا لاعب أساسي في المعادلة اليمنية حتى بعد انتهاء الصراع، وده خصوصا عشان إيجاد توازن ما بين حزب الإصلاح والسلفيين ومواجهة الإرهاب من ناحية أخرى. هل هذا الأمر ممكن أن يغري الحوثيين ويقوموا بتنفيذ القرار 216 مثلما أشرت ويلقون أسلحتهم الثقيلة 2216 ويلقون يتم تسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الدولة وينسحبوا من العاصمة وغيرها من محافظات اليمن في إطار الحل الشامل للأزمة اليمنية؟ طيب سأجيبك، أنت لما قلت لك أنا متشائم، آخر خطاب لزعيم أنصار الله الملك الحوثي يقول سنحارب إلى يوم القيامة، خاطب جمهوره يوم المولد النبوي، هذا مؤشر. الخطاب الثاني بعده للرئيس السابق عبد الله صالح يقول إنه الحرب لم تبدأ وسنبدأ الحرب. كنت تصريحات وأمس كان الخطاب الثاني إنه سنحارب بالخناجر وبالسكاكين وبالخشب وذا. سلمنا جدلا إنهم الآن يحاربوا العدوان. أوكي، العدوان غاشم، العدوان ظالم، أنت مراهن على إيش؟ موازين القوى على الأرض مش صالحة، اللي دمر الشعب بأنها الحكمة إنه القائد أو الزعيم أو القدوة إنه اللي يقدم تنازلات وقت ما تكون التنازلات هذه لصالح بلده صالح شعبه. في دروس التاريخ، إمبراطور اليابان هيروهيتو في الحرب العالمية الثانية بعد القنبلة الذرية اللي راحت أعلن إنه أنا مستسلم وأعلن في سبيل بلدي.
آيات الله الخميني مرجعيتهم، مرجعية إيران والشيعة، آيات الله الخميني، الثورة الإسلامية بدأت من الخميني. يوم موقع اتفاق وقف انطلاق النار مع العراق قال أوقع وقف انطلاق النار وكأنني أتجرع السم، ولكن من أجل بلدي ومن أجل البنية التحتية والأساسية، لأنه صار الحرب عبثية في الأخير، تدمير منشآت، تدمير مطارات، تدمير مستشفيات. الآن موضوع دخول الحوثيين كلاعب أساسي كرقم صعب، هذه السياسة مش جمعية خيرية، هو ضروري يكون رقم صعب، بس إذا الانتخابات أو أي استحقاق قادم الصناديق الانتخاب ما جابتوش أو جابته بحجم أصغر أو جابته بحجم أكبر، خلي الناس اللي تحكم. أنا بتكلم هل هناك فعلا بالفترة الانتقالية طبعا لهم دور توجه دولي أن هم يحتفظوا بالحوثيين عشان يعملوا توازن مع حزب الإصلاح والسلفيين ومواجهة الجماعات. ما هو العالم الآن واليمن يتفاوض مع مين؟ أنصر الله وعلى مؤثرين المؤتمر، هذوم حيكون لهم دور بالفترة الانتقالية اللي تنتهي بإيش؟ باستحقاق انتخابات بلدية ومحلية ونيابية ورئاسية وعلى واللي على أساسها تشكل حكومة. طب ما ده بيعقد المشكلة، يعني إذا هناك دعم دولي للحوثيين حتى يبقوا لاعب أساسي في هذه المعادلة، الحوثيين لن يكونوا ربما لن يرضوا بأن يكونوا لاعب ربما رقم أربعة أو خمسة في المعادلة اليمنية إذا ما أدت الانتخابات بحضرتك بالتصور حضرتك. النظرية الدولية تقول لك إذا بقى الحوثيين بعد أي تفاوض، إذا بقاؤهم في الحكم أو في السلطة سيء، فعدم بقاؤهم أسوأ، اللي هو ذهاب البلد إلى الجحيم إلى الهاوية. ما لو في لو قضى العرب بيفكروا بهذا الشكل ما كانش حصل اللي احنا فيه دلوقتي. لا، ما هذه المشكلة، إنه نحن العرب نفكرش بهذا الشكل. حضرتك بتقول الإمبراطور الياباني آيات الله خميني لو بنفكر بهذا الشكل، آيات الله خميني قال أوقع أنا اتفاق وقف إطلاق النار، آيات الله خميني وركز وعمل تحت خطة. لكن أعتقد في هذا التوقيت هناك خطوط معقدة وأوقف الحرب المعقدة بقرار شجاع، رغم إنه الإيرانيين المتطرفين كانوا زعلانين. أنا أتحدث إن هناك عناصر خارجة مش موجود خارج الطرف العربي موجودة بتحارف على الأرض، وعناصر متشددة موجودة على الأرض، هناك أكثر من لاعب، وكل هذه اللواعب يتم دعمهم من أطراف دولية بالتأكيد. أوكي، بس الأمور وصلت إلى طريق مسدود، عامل الثقة غير موجود لأن كل الأطراف الاتفاقيات الكل مجمعين مقدما، مش أنا الوحدي، ما نقولش الكل، الأغلبية، إنه أي اتفاق مش حد حينفذ أو كل واحد حينفذه بأجندته أو بطريقته. شوف، أهم حاجة في هذا الموضوع حق الإشراك الحوثيين هذا هم من الشعب اليمني، ويجب أن يشاركوا بكل حاجة، ولكن يجب أن لا تفرض أجندتك وقناعتك علي ما لم أنا خائن وعميل وآل سلول وآل سعود. لا، أنا بالنسبة لي كل واحد له أجندة، أنت معك أجندة خاصة أحترمها أقدرها، لكن ما تفرضهاش على الآخرين وما تصنفش الآخرين وتعمل لهم فحص دم من وطني مش من وطني بقناعتك. قبول الآن المجتمع الدولي بوجودهم، مجرد جلوسهم لطاولة المفاوضات هذا قبول، لكن ما بعد طاولة المفاوضات؟ أنت مش معقول تخلي واحد، شوف الحين في فرق بين واحد يحكم وفي فرق بين واحد يتحكم. يحكم هذه شريعة دولية مواثيق دولية، لكن يتحكم بدون مشروع أو مشروعية أو شرعية إلى متى؟ هل أنت بالنهاية حتلفت ترجع للمربع الأول، الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية؟ هل يصلح مع الحوثيين سيف المعز وذهبه؟ لا، لا يصلح ولا تركب عليه. أنا رأيي من الأحداث اللي مشت أنه الكل وصل لقناعة أنه في هذه الحرب لن تحل الأمور إلا بغالب ومغلوب، بمنتصر ومهزوم، ولو ان ذي تكلفتها قويه وتكلفتها بس على الارض ثقيلة. اي من الاطراف حتى هذه اللحظه يعني اي من الاطراف لم يحسم المعركه على الارض، ومن ثم هناك دماء من هذا ودماء من ذاك. أكيد أكيد. بالتاكيد يعني. طب يعني تدري كمان في نقطه مهمه، النقطه اللي عايز اقولها، في نقطه مهمه قبل سقطوا الحرب لاي من الاطراف، نقطه مهمه في هذه الاحداث كلها الجمالية. عدم وجود القائد، عدم وجود الكاريزما، الى الان ما فيش قائد او مظله الكل تحتها ممكن ينصعوا. تمام، حتى القيادة الحالية حتى لو وجد مين اللي هيسمع له؟ لا، قالت الحرب شغالة. لا، الميزات الكاريزما للقائد مش موجود. ثاني شيء كمان، القيادة الشرعية الموجودة ارتكبت خطأ جسيم بتمديد الفترة الانتقالية. لو كانت انتهت الفترة الانتقالية بالسنتين انتهى الموضوع، بس هذا مش مبرر ان احنا نشكك فيهم، لانه الان في نغمه من انصار الله ونطر انه لا دول غير شرعيين لانه انتهت مدتهم. انا بقول لك مجلس النواب المركب على اغلبيه مؤتمريه مدته الان تجاوزت 11 سنه، دخلنا 11 سنه، طيب ليش هنا حلال وهنا حرام؟ طيب اذا كان الرئيس تمديده مش شرعي فمجلس النواب غير شرعي. ما جيش انا اصنف اقول هذا حلال وهذا حرام، ما في صيف وشتاء تحت سقف واحد، هذه طيب بالسياسه. في ظل يعني التباعد ما بين كلا وجهتي النظر، تمام؟
أنا عايز أقرأ لك هذا السيناريو اللي طرحه البعض. يعني البعض بيقول إذا فشل اليمنيون في التوصل إلى حل وخطة سلام، فإن أمريكا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قد تقلب الطاولة على رؤوس المتحاورين وتستعود إلى استخدام الخطة باء وتضع اليمن تحت الفصل السابع والتدخل المباشر تحت الكثير من مبررات محاربة تنظيم داعش، الحجة اللي هم دايما القاعدة. والقاعدة أو تنفيذ تطبيق بنود القرار 2216 أو التدخل العسكري لحماية طرق الملاحة الدولية من التهديد وغيرها من المبررات. حضرتك شايف هذا السيناريو ازاي؟ مع ضده ولا ده سيناريو قائم ومطروح فعلا؟ طيب نرجع للسيء والأسوأ. هذا السيناريو أنا مع السيء عشان ما يروحش للأسوأ. ده الأسوأ لا السيء ده السيء يعني في أسوأ منه؟ يس الأسوأ إن إحنا ننسى نصير قضية منسية مثل الصومال. الصومال وصلوا لطريق المجتمع الدولي قالوا يا جماعة دول ما فيش فايدة خلاص سيبوهم لحالهم كده حنكون منسيين أسوأ. السيناريو ده سيء. لكن الأسوأ إنه القضية اليمنية ما نلحقهاش إحنا. أو يجب أن نعرف حاجة إنه قضية اليمنية حلها أولا وأخيرا بيد اليمنيين أنفسهم. المجتمع العربي التحالف في المجتمع الدولي عامل مساعد. السيء انه نجي للعصا في فتره تمام لانه الان ما عادش جزره مش اللي عصا وعصا تمام. السيء ان احنا نروح لا انه العالم يقول لك احنا ما لناش دخل فيكم وتاكلوا بعض ويعمل لك حصار من كل الجهات والله معك. هذا الأسوأ. على موضوع القاعده وداعش هذه الشماعه الذي احنا نعلقها انا قريت مش احنا بنعلقها هم اللي لا هم المجتمع الدولي اللي بيعلقوا عليهم. انا في تقرير للمسيره كان قبل 10 ايام او اسبوعين يعني تقرير مش مضحك مبكي. انا منطقتي اسمها العرب وحيفان يقولوا انه راحوا لهناك وسيطروا عليها وضربوها لانه في دواعش وقاعده. انا عمري لين 55 سنه عمر هذه المنطقه لا كانت تعرف داعش ولا قاعده ولا شيء. طبعا الاستخفاف بعقول الناس طبعا على الاقل احترم ذكاء الاخرين احترم ذكاء يعني لا نجيش بشماعه احنا نحارب الدواعش احنا نحارب القاعده ونروح لاي مكان يعني محافظه تعز هذه المحاصره. انت عارف انه فيها فوق المليون حملت ماجستير ودكتوره وبكالوريوس ومهالات عليا تجي بين مليون تحاصره تقول فيهم دواعش وقاعده. طيب يا اخي من التسعة شهور هذه والعشرة شهور الحرب جيب لنا 15 من الدواعش صورهم اللي قتلتهم اللي مسكتهم لانه اذا ما قتلت ومسكت دواعش وقاعده خلال 10 شهور معناته كنت تضحك على الناس. هو مش مكتوب يعني على وش داعش لا ما انت رحت تحاربهم ضروري تجيب لي انت كمان تقول لي هالمبرر انه هذه العصابه هذا التنظيم هذا الكمين هذا ما فيش. فالان هذا السيناريو انا بقول لك انا اقول بنوصل له ورايحين له لعدم التحرك. لكن ده مطروح فعلا هو يعني هذا السيناريو طبعا ناقش. انا خايف انه من المطروح الثاني اللي هو اهمال اليمن وتركها مثل الصومال مثل افغانستان ياكلوا بعض. بس صعب ان يتم اهمال اليمن ان هي ليها موقع استراتيجي متحكمه في موضوع باب المندب. هل كل الامور ما تجعلش الاطراف الاقليميه والدوليه ان هي تعجل بحل هذه الازمه؟ هو ضروري تحل الازمه لانه حل الازمه حل للامن القومي الخليجي، حل الامن القومي المصري، حل الممر العالمي لكل العالم اللي هو ممر النفط والطاقة تمام. ولكن انت تحارب عدو ما عنده شيء يخسره وهذا بالسياسة يعني الحوثيين حضرتك بتكلم حدس على الحوثيين يس ما عندهمش شيء يخسره انهزموه مش هذا يعني بالنهاية انت لما تحارب صعب الامور اكتر. ايوه انا ايش اقول لك من السيء والأسوأ اللي عنده ما عندهش شيء يخسره وما عندهش مشروع ولا مشروعيه ولا شرعيه ما عندهش مشكله. طب الحل ايه؟ ينضرب كيف يرجع الى يعني ده بقى الراجل ده يعني الحوثي ده ما عندهش شيء يخسره زي ما حضرتك بتقول. الحل مع ايه يعني كيف يمكن التوصل مع الحل؟ منتصر مهزوم. حل عسكري منتصر مهزوم يعني حل عسكري او الحل المستحيل السياسي الذي يظهر انه في منتصر مهزوم بحسب القوانين الشرعيه والدوليه. وارجع اقول لك نحتكم جميعا كل واحد حيعرف حجمه فين بصناديق الانتخابات قد هو يخفض في الاغلبيه او من يشجعه او اجنحته او المتحالفين معه. هل اقتناع بهذا الامر؟ هل اقتناع الحوثيين بهذا الامر؟ ضروري يقتنع. اذا ما اقتنعش حنوصل لطريق مسدود. ما عنده شيء يخسره لما يجي وقت يعني الحين انت مراهن على ايش؟ التحالف بيضربنا يوميا ضرب نقول ضرب عدواني غاشم ظالم بس بيضربك يوميا وانت ما عندكش رد. يعني انت معك بيتك هذا ينضرب يوميا، يوم شفت الصاله راحت عليك، المطبخ راح عليك، الحمام عليك، تقعد لا تنتظر باقي لك غرور لا ضروري تقدم تنازل بس حتى لا يساءف هذا الفهم ان
أهداف التحالف معلنة وهي البحث عن استقرار في اليمن. أنا خلينا محامي الشيطان بمشي على وسائل إعلامهم. مسألة للتوضيح. إنه سنصمد. قصدي للتوضيح. أيوة سنحارب إلى يوم القيامة. في قائد في العالم يقول سنحارب إلى يوم القيامة. طيب أنت ما عندكش مشكلة. طيب في 26 مليون يمني إيش ذنبهم؟ أعتقد. هذه أجندتك. هذه قناعتك. قد تأتي يأتي هذا الأمر في إطار التشدد من الجانب. أنا بتشدد عشان ما أقعد على مائدة التفاوض ألا حاجة أقدر أتحاور بيها. أنا أشتي تطمنا. ترسل لي رسالة إيجابية. رسائل تحفيزية لجمهور معين. بالضبط. نرجع لجمهور معين ما عندوش يخسره. تمام. يعني توقعات حضرتك هنتكلم خلال ساعات إن شاء الله هيتم عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في السياسات الداخلية للدول العربية. هل إذا ما كان هناك موقف تصعيدي من جانب الدول العربية أثروا على الأزمة اليمنية وعلى التطورات على الأرض في اليمن هيطول فعلا هيزيد من المشاكل داخل فيما يتعلق بالأزمة اليمنية؟ لا أنا رأيي لحضرتك قلت إن هي قضية إيران وحوثيين والتحالف العربي من جهة. أنا رأيي كل ما كان الإجراء قوي كل ما رسلنا رسائل قوية واضحة وصريحة للطرف الآخر، لكن إذا تذبذبنا بالقرارات فستكون الضربة القاتلة للتضامن العربي وللإجماع العربي. فأنا رأيي يكون القرارات قوية وقوية جدا وتتخذ بغض النظر عن ردود الأفعال. أنا أول شيء قلت لك أحيانا في أي قرار أو إجراءات تأخذه خلينا قد يكون له فوائد. يعني خلينا نرسم السيناريو. لو كان هناك تصعيد من الجانب العربي لو حضرتك قاعد مكان الجانب الحوثيين والجانب الإيراني هل سيتراجعون خطوة إلى الخلف وربما مجبرين تراجعوا لأنه ما عندوش خيار آخر واللي وصلوا له الآن ممكن يصعد في الأزمة اليمنية يزيد حد من القتال ما هو كان مسيطر على اليمن كله الآن مش مسيطر يعني الحين هو قد أتراجع الهزيمة موجودة لكن عدم الإقرار بالهزيمة الآن الحوثي مسيطر على فين أو أنصار الله قولي. فقط على تعز تمام وهي الورقة الوحيدة اللي ممكن يروح المفاوضات يستخدموها هي ورقة حصار تعز غير كذا ما عندهمش أي أوراق ورقة حصار تعز الورقة الوحيدة والأوحد في يد الحوثيين فالمجتمع العربي لأنه ما يتخذ قرارات قوية ضد إيران ما يأخذش ضد إيران كشعب كحضارة يأخذ ضد إيران كسياسة كتوجه صحيح عايزين لأنه إيران دورها في العراق سيء في سوريا سيء في لبنان سيء في اليمن أسوأ فإيش تتوقع؟ احنا طرحنا خلال الحلقة كلها السيناريو الأسوأ والسيء وجبنا كل السيئات كلها في الحلقة لأنه عايزين نطرح يعني الحل التفاؤلي لعل وعسى يعني مش بعيد عن ربنا ان الحل التفاؤلي يتم حل هذه الأزمة نعود انا كيمني اقول لك نرجع لحديث الرسول اللي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية انا مراهن بالحل التفاؤلي ان ترجع الحكمة اليمانية وان يكون في دور وخاصة لهذا الحزب الحاكم الذي كان عنده خيوط اللعبة الآن في ناس يقولوا 33 سنة نقول لهم لا 38 إنه الخمس سنين هذه كمان كان دور فاعل إنه نغلب لغة العقل والحكمة اليمانية اللي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول إنه نحن بالنهاية أخوة وأصدقاء وأهل وضروري حنقعد طاولة تدخل العالم تدخل العرب تدخل التحالف تدخلت إيران تدخلت سوريا بس بالنهاية حنقعد مع بعض ونقول المقولة في قول أنا دائما بقوله يقول خذوا العبرة من الزمن وخذوا الحكمة من اليمن أنا مراهن على هذه الحكمة وأناشد مصر أن تقوم بدورها القومي والعروبي والرائع في كل المواقف مع اليمن أن تتدخل بكل ثقلها بهذا الموضوع كونها مقبولة من الجميع هذه نقطة مهمة جدا وهناك دور مصر مقبول من على الجميع على دور المملكة العربية السعودية في مطالب لا دور المملكة أنا إعادة الأعمار أنا مش ضد المملكة لا لا ولكن المملكة صارت إعادة الأعمار لا مش المملكة العالم كله العالم كله التحالف اللي قادته المملكة الآن في العرب تقوده في الإعمار إن شاء الله إن شاء الله ده اللي احنا يعني عايزين نتكلم فيه بس هو الوقت كده لا في نقطة إعمار البشر أخطر من إعمار الحجر إعادة النفسيات وترميم النفوس وحتى اللحمة الاجتماعية و مش محتاجين إعادة أعمار المواطن اليمني بس البشر قبل الحجر ده المواطن العربي كله البشر قبل الحجر الأستاذ فهد العريقي المحلل السياسي اليمني شكرا جزيلا شرفتنا فندم شكرا وأشكر قناة النيل وأتمنى لمصر الخير وأتمنى لبلدي اليمن ولتعز بالذات أن يفك حصارها ويرجع أهلنا إلى شغلهم وعملهم اللهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ فهد مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم أنتم أيضا غدا يتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد ومشهد متكرر مرة أخرى إلى اللقاء